اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذا الويبينار من صفحة تكمل العربية، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. بهذا الويبينار راح اتكلم انا وياكم على المثلثات والاختراقات. بالنسبة لنا التحاليل التقنية هي من افضل التحاليل اللي ممكن نقوم فيها بشكل يومي. اولا حابب انه اوضح اذا الصوت والصورة واضحة في البداية قبل ما ابتدي هذا الويبينار. بدي ارحب بالجميع طبعا، وبدي اتمنى لكم شهر مبارك وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات وخاصه هذا الويبينار. بالنسبه لنا الجلسات اليوميه اللي بنقوم فيها من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك ايضا ممكن تكونوا عم تستفيدوا بشكل يومي لكل الامور او التحاليل التقنيه اللي ممكن نقدر نكون عم نقدم لكم اياها. فحابب انه هذه الجلسات او الويبينارات بشكل او اخر تكون اذا بدكم نوع من الافاده اذا بدكم على الاخرى او غير التحاليل التقنيه على الرسوم البيانيه، وانا بنتكلم بعض التحاليل التقنيه بالنسبه لاستراتيجيات تداول، بالنسبه لمؤشرات، وبالنسبه لانماط او باترنز. فبالنسبه لنا التحاليل التقنيه التاريخ يعيد نفسه، ما في شك بهذا الموضوع. انه نحن على سبيل المثال كان عندي نمط بالسابق وبيعطيني اشاره ايجابيه اما سلبيه، فنتوقع انه بالمستقبل يرجع اذا بده يكون السوق يرجع يعطيني نفس هذه استراتيجيه التداول او نفس النمط او نفس الاتجاه المتوقع. بالنسبه لنا وطبعا في البدايه بحب انه طبعا استوضح منكم اذا الصوت والصوره واضحين كرمال اطمن بال انه الامور كلها تمام. اوكي استاذ هشام، استاذ محمد، نسرين، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. لكن خلينا نبتدي انا وياكم ان شاء الله. طبعا تحبوا معلومات هذه الجلسه، راح اتكلم في هذه الجلسه على المثلثات تراينجلز او الاختراقات حتى والبريك اوتس. تمام، كل سوق الفوركس اللي بيمشي فيه اذا بدكم العملات الرئيسيه او حتى المعادن والسلع اللي بتختارها هي موجات اندفاعيه وتصحيح. على طول بنجي ناخذ على سبيل المثال رسم البيان اللي امامي اللي هو اسعار الذهب بالوقت الحالي، على طول بتلاحظوا انه عندي موجات اندفاعيه اللي هي طبعا باتجاه عم صاعد او هابط بغض النظر، وطبعا ننتظر اذا بتكون او نتوقع موجات مضاده للاتجاه العام اللي هي طبعا بتكون بموجات تصحيحيه. هلا الموجات التصحيحيه لها عده اشكال ولها عده انماط. على سبيل المثال ممكن تكون على شكل نفق، خلينا نقول اللي هي تلقب بالفلاج، ارتفاع نفق ميل على هبوط طبعا، وهذا النفق يدل على اشاره معينه. وايضا اذا كان في حال شكل الهبوط او شكل الموجه التصحيحيه على شكل مثلث على سبيل المثال مثل ما عم نشوف على باول صوره، طبعا عم نتوقع شكل المثلث ولو حتى له اذا بدكم او ميل على هبوط يكون له اشاره اخرى. بالنسبه لي راح ابتدي هذه الجلسه وراح نتكلم شوي صغيره عن المثلثات، راح اتكلم كيفيه الاستفاده وكيفيه اختيار نقاط دخولنا وخروجنا وحتى الاهداف ووقف الخساره من خلال هذه المثلثات. راح نبتدي بالسيمتريكال تراينجل اللي هي اذا بدكم على اليسار اول مثل. سيمتريكال تراينجل يعني عم نتكلم على مثلث اذا بدكم منه صاعد منه هابط وانما طبعا بشكل افقي. هذا المثلث يدل على انه السوق اذا بدكم او الحرب بين فريق الثيران والدبب ما عنده اذا بدكم سيطره تامه من قبل فريق من الفريقين. فالشيء الذي يحدد نتيجه الاختراق او حتى الاتجاه القادم هو الاتجاه السابق لي اذا بدكم كنا داخلين فيه ما قبل دخولنا بالمثلث او داخل المثلث. يعني على سبيل المثال بهذا المثل امامنا كان السوق صاعد ما قبل الدخول بهذا المثلث، فنتوقع الاختراق يكون بالاتجاه العام الصاعد. راح اعطيكم الامثله طبعا بسوق الفوركس بشكل اذا بدكم اخر على الرسوم البيانيه نفسها. خلينا ناخذ فور اكزامبل اليورو دولار. اوكي اليورو دولار بالنسبه لنا اليورو دولار ومن وراء هبوط اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده تقريبا من مستويات ال 134 او 135 اللي هي هذه القمه، ابتدينا بالهبوط على رسم بيانيه اليوم، وصلنا الى قاع معين وابتدينا ندخل بمثلث. هذا المثلث يلقب بالسيمتريكال. سيمتريكال يعني ما عندي بكل بساطه مثلث ميل على هبوط او صعود، فبهذه الحاله نتوقع انه الاختراق القادم هو يكون نفس الاتجاه مثل الاتجاه ما قبل الدخول بالمثلث، يعني كان عندي اتجاه عام هابط، طبعا الاختراق لازم تكون من ميل تحت وهي مراكز بيع او سل
positions. طبعا وقف الخساره بكون تايت، اذا بتكون شو يعني تايت؟ يعني نستعمل الكمم لاستعمال وقف الخساره، وحسب المخاطر اللي انت حابب تستعملها اذا بدك، او حسب المخاطر اللي انت قادر تتحملها على حسابك التداول الشخصي، ممكن تختار الكمه لوقف الخساره او لتحديد وقف الخساره. هيدا بالنسبه للسيمتريكال تراينجل، وطبعا الامثله كثيره على السيمتريكال تراينجل وبكثره بنشوفها بالنسبه لاسواق الفوركس. هلا كمضاربين او كمحللين تقنيين مش من الضروره انك انت تشوف كل الموجات التصحيحيه تشوفهم على شكل مثلث، تمام؟ فهذا امر اذا بدك مهم جدا بالنسبه لهذا الموضوع. فاتوقع ان المثلثات لما نشوفها لها هيكليه، لها طريقه عد موجه، كرمال نقدر نحدد هيكليه هذا المثلث اذا هو وج بانت او مثلث. هلا بنعرف شو الفرق بيناتهم اللي هو بين التراينجل والبانت والفولينج وج. بكل بساطة رح نكون عم نمشي خطوة خطوة بهذا الويبينار وصولا إلى المعلومات إذا بدكم الأدفانسد أو المعلومات المتقدمة، ليكون عندنا معلومات كافة عن الموضوع كله. بالنسبة للتاني مثل عم نتكلم على الأسندينج تراينجل. شو يعني الأسندينج تراينجل؟ يعني عندي اتجاه عم صاعد، دخول بمثلث، المقاومة خط المقاومة هو خط جالس، تمام؟ خط المقاومة بكل بساطة هو خط أفقي horizontal line، وأما خط الميل على ارتفاع من الميل للتحت هو خط تقريبا إذا بدكم صعودي. فبهذا الحال نتوقع أنه من وراء الدخول بهذا المثلث أيضا الاختراق هو باتجاه صاعد. psychologically speaking، وأنتم بتعرفوا أن السوق وباستعمال موجات إليوت وفيبوناتشي وجميع الأمور المطورة طبعاً المتطورة بسوق الفوركس والأدفانسد تريدينج، بتعرفوا أنه سيكولوجية التداول أو psychological behavior إلى إذا بدكم عوامل أو ضغوطات رئيسية على الأنماط وحتى التحاليل التقنية. فبكل بساطة إذا أنا عم قلكم خط المقاومة خط أفقي، تمام؟ يعني السوق ما عم بيقدر يخترق هذا المستوى، وإنما الخط اللي من تحت اللي هو خط الدعم عم بيسجل السوق كعان أعلى من بعض البعض. طب هيدا بدل logically speaking أو إذا بدنا نتكلم بشكل منطقي، لما يكون المثلث ascending يعني الكعان أعلى من بعض البعض، هذا بدل على زخم الارتفاع انه بعده موجود، هذا بدل على المومنتوم انه حجم التداول اللي هو تابع لفريق الثيران اكبر بكثير من حجم التداول اللي تابع لفريق الدبب. فبهذه الحاله نتوقع اختراق بالاتجاه العام الصاعد الصاعد وما في شك بهذا الموضوع. عظيم، خلينا ناخذ مثل عليه ونشوف الاسندنج تراينجل كيف ممكن نكون عم نتوقعها، وحتى الديسندنج تراينجل. يعني اذا في حال بدنا ناخذ امثله هلا منشوف الديسندينج تراينجل نفس الموضوع اللي هو طبعا ثالث مثل، منشوف انه خط الدعم هو خط جالس، وانما خط اذا بدكم المقاومه اللي هو من وراء اتجاه عم هابط عم بيكون الكمم اوطى من بعضها البعض، فهذا بدل انه زخم الانخفاض او زخم الهبوط بعده مرتفع، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط او الاختراق يجي من ميل التحت. بالنسبه لنا طبعا هون بهذه الحاله فريق الدبب بيكون دخل بمرحله تصحيحيه corrective waves ما قبل الموجة الاندفاعية، عن هيك نتوقع تكملة السيطرة لفريق الدبب وتكملة اتجاه الهابط. هيدا بالنسبة للdescending triangle. خلينا نشوف إذا عندي بعض الأمثلة على الascending والdescending triangle. بالنسبة لألنا الدولار كندي على سبيل المثال، الدولار كندي إذا نرجع شوي بالتاريخ لورا ومنعرف أو مناخد مثل على سبيل المثال خط المقاومة على هذا الشكل، اوكي، واتجاه عام صاعد، تمام؟ بهذا الشكل نتوقع انه خط المقاومه عم بيكون طبعا جالس، السوق عم بيرتد من هذا الخط، وايضا بنلاحظ انه القيعان اعلى من بعض البعض، تمام؟ لما يكون القيعان اعلى من بعض البعض هذا بدل لنا على زخم قوه او على اذا بدكم سيطره فريق الثيران بشكل غير واضح، بشكل منطقه افقيه ميل على ارتفاع من خلال هذا المثلث اللي هو يلقب بالاسندنج ترينجل، والاختراق طبعا هو بالاتجاه العام الصاعد. واصلين لنتكلم شوي صغيره عن نقطه الدخول، واصلين لنتكلم على وقف الخساره وين ممكن نعرضه، وايضا رح نتكلم اذا بدكم على شيء يلقب باعاده الامتحان او الريتست اللي هو معظم المضاربين سامعين فيه وبيعرفوا شو يعني ريتست
وبهذه الحالة نتوقع أن ممكن يكون عندي إذا بدكم بعض الأمور اللي ممكن ناخذها بعين الاعتبار بالنسبة للارتدادات البسيطة لنتصيد نقطة دخول ذهبية، لأنه أنتم بتعرفوا الدخول بمثلث أو بمنطقة أفقية من الصعب جدا تحديد فرصة الدخول. أخطر شيء أو أخضر منطقة ممكن يتداول فيها المضارب هو ضمن المثلث، طبعا اختيار إذا بدكم فرصة الدخول بدها تكون عند اختراق المثلث اغلاق فوق خط المقاومه او تحت خط الدعم لنبتدي نفكر بالاستثمار. هلا بالنسبه لنا كثير من الاشخاص بيقولوا او بيستبقوا الامور انه هذا المثلث هو اسندنج او ديسندنج، فخلينا نبتدي بالدخول بمراكز شراء او صفقات شراء ما قبل الاختراق، وهذا هو الخطا اللي بيوقعوا فيه معظم المضاربين. اليوم رح نكون انا وياكم عم نصحح هذا الخطا لنقدر نحدد فرصتين. عندي نوع آخر من المثلثات اللي هو طبعاً يلقب بـ expanding. تمام؟ شو يعني expanding؟ يعني بدل ما المثلث يكون بشكل واضح اللي هو على طول الميلة الأكبر أو الأوسع هي على اليسار والميلة الأضيق هي على اليمين، ممكن تكون بالعكس صحيح. فطبعاً هذا المثلث يلقب بالـ open أو ascending broadening wedges او triangles او مثلثات بغض النظر عن تسميته ان كان باللغه الاجنبيه او باللغه العربيه، ولكن نحن بهمنا الشكل، نمط يكون واضح امامنا، نكون عم نعرف نختار اذا بدكم او نعرف نحدد اسامي هذا المثلث كرمال نقدر نختار فرصه الدخول. لانه مثل ما عم بتلاحظوا ابتدينا نحكي بكونفرميشن، كونفرميشن يعني تاكيد على الاختراق، ابتدينا نحكي بتارجت او هدف لنا، ابتدينا نحكي اذا بدكم بقياسات. بتلاحظوا هذا الخط اذا بدكم او الفلاش او الارو او السهم الاخضر، ابتدينا ناخذ المسافه او القياسات كرمال نمتد فيه ايضا لنقدر نحدد التارجت او الهدف تبعنا. بالنسبه للاحرف اللي هي A B C D E F، شو بتقول لي؟ Ascending Triangle عم بقول للسوق انه ممكن يكون عندي نوع من الاسندنج تراينجل. الاسندنج تراينجل يلقب اذا بدكم او ممكن يكون عندي بشكل او اخر خلينا نقول بمنطقه افقيه او تصحيحيه، ولكن لازم يكون لها عدد موجات معين. شو يعني عدد موجات معينه؟ خلينا ندخل او ناخذ مثل على سبيل المثال للاسندنج تراينجل بهذا الشكل. اسعار النفط على القمم كنا عم نرتفع وصولا الى مستويات تقريبا، خليني بس حدد هذه المنطقه، اوكي، وصولا الى مستويات ال 77 دولار كنا عم نسجل قمم اعلى من بعض البعض، وايضا عم نسجل كمان اعلى من بعض البعض، وبهذا الشكل كنا عم نسجل شيء يلقب بالبرودنينج اسندنج تراينج. برودنينج اسندنج تراينجل او المثلث اللي هو اذا بدكم بالشكل المعاكس، هذا بيدل على A B C D E و F. فنتوقع أنه قد انتهينا من إذا بدكم الأسعار النفط، ومن ثم ابتدينا بموجة أخرى ما قبل الاختراق. هل يا ترى الأسندنج تراينجل ملزمة أن تكون بالاتجاه العام الصاعد؟ هل يا ترى إذا في حال السوق صاعد لازم البرودنج تراينجل تكون بالاتجاه العام الصاعد أو الاختراق أو لا؟ ليش التسميات هون كانت أكثر من واضحة؟ يلي هي بشكل A B C D E F. شو يعني؟ يعني عم نتكلم على ست موجات أو ستة إذا بدكم ست ملامسات داخل هذا المثلث كرمال نقدر ناخذ الاختراق. يعني من وراء ما طبعا نلمس السوق مرة 2 3 4 5 و 6، من ثم السابعة هي الاختراق، ومن ساعتها بناخذ الاتجاه القادم. تمام؟ وانا ما اذا في حال على سعر او على برميل النفط كانت بالعكس صحيح. شو يعني بالعكس؟ يعني اذا بندخل هذا المثلث expanding بنلاحظ انه 1 2 3 4 5 و6، رقم 6 كان من ميلة فوق، يعني السابع هو اختراق من ميلة تحت. هون ابتدينا ندخل بأرقام للمثلثات، وابتدينا ندخل إذا بدكم بهيكلية موجات، وهون بنرجع إذا بدكم لتفاصيل موجات إليوت اللي بتقول إنه موجات إليوت فيها A B C D E خمس موجات، ومن ثم نتوقع الاختراق، لازم الموجة السادسة توصل إلى مستوى معين من فيبوناتشي وهذه الأمور. بكل بساطة أنا ما راح أدخل بتفاصيل هذه الموجات وتفاصيل إذا بدكم العد الموجي،
وانما بالنسبه لي وبالنسبه لهذه الجلسه حابب فقط ان نمر على اشكال المثلثات كرمال نقدر انا وياكم نحدد فرص ونقاط دخول. وانا ملزمين ان نمر على الاسندنج او البرودنج تراينجلز كرمال يكون علم عندكم علم على انه يوجد اشكال اذا بدكم معاكسه للمثلثات اللي نحن بنعرفها، وطبعا لها عدد موجات وممكن نستفيد منها لنختار فرصه الدخول. ولكن بغض النظر عن الارقام، شو رايكم ناخذ مثل ونحدد انا وياكم فرص الدخول اللي هي عند اختراق المثلثات. بحيالله مثلث، حيالله نوع، اي شكل، اي نمط، اي باترن، اختراق المثلث واغلاق تحت خط الدعم او فوق خط المقاومه راح تكون فرصه استثمار اكثر من رائعه. تمام؟ وبالنسبه للاهداف طبعا بنقيس المسافه من القمه للقاع بين هذا المثلث او اذا بكون بين خط المقاومه والدعم، وفورا بنمتد فيه وبنفس المسافه بنمتد فيه كرمال نقدر ناخذ هدف وتارجت لنا لنخرج من صفقات البيع او صفقات الشراء. عظيم. خليني شوي وسع الامور وبسط الامور لكل الاشخاص اللي كانوا شوي صغيره عم بيواجهوا بعض الصعوبه اذا بدكم تحديد او بمتابعه هذه الجلسه، وخاصه ان المعلومات دسمه وليست سهله طبعا. ولكل الاشخاص اللي ابتدوا يفكروا بالمثلثات وحابين انه يتعلموا الانماط، انتم عارفين انه منن جدد على اسواق المال او على سوق الفوركس بشكل او اخر. من المفترض انه تكون وصلت الى مراحل متقدمه بالمعلومات، بمعلوماتك العامه بسوق الفوركس، بمعلوماتك عن الموجات، عن الهيكليات، وصولا الى المثلثات اللي هي اذا بدكم هذا الويبينار يصنف بالمرحلة الوسطى إذا بدكم، أو المرحلة الوسطية، يعني عم نتكلم على صعوبة هذا الويبينار. طبعا هو مرحلته وسط، ليست متقدمة جدا، وإنما الأنماط مهمة جدا، والباترنز هي أصعب بكثير من أنك أنت تختار شموع يابانية، من أنك أنت تدخل مؤشر على منصة التداول. يعني في البداية أو البيجنرز ممكن يبتدوا، المبتدئين بيبتدوا يدخلوا على منصة التداول، بيدخلوا مؤشر الـ RSI، بيدخلوا الإشي موكي، موفينج أفريج، متوسط متحرك، بولينجر بانز، أوسيليترز إلى آخره. ولكن لما تبتدي أنت بنفسك تختار وتشوف الرسوم البيانية اللي هي عم تعطيك إشارات أنماط، هون بدك تكون تقدمت، بدك تكون عندك نظرة بالرسوم البيانية، او اذا لا ما عندك نظره بهذا الموضوع وحاسس انه عم بتواجه بعض الصعوبه، نحن موجودين بقربك. عن هيك نحن بنقوم بجلسات يوميه من على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك كرمال لنقدر نحدد انا وياكم هذه الانماط، ونقدر نحدد اتجاهات المفترضه لسوق المال او لسوق الفوركس بشكل او اخر. فولينج ويدج ورايزينج ويدج. هلا بدنا نبتدي بالفولينج ويدج. الفولينج ويدج عم بتلاحظوا هلا ابتدى الامر يكون اسهل، تمام؟ ما تعطى له هم، الامور ابتدت تكون اسهل. بغض النظر عن الاتجاه العام، هل يا ترى هو هابط او صاعد؟ المثلث المايل على هبوط، المثلث المايل على هبوط هي اشاره ايجابيه، تمام؟ الاختراق بالاتجاه الصاعد. هون ابتدت الامور تصير اسهل. عم نتكلم على فولينج ويدج، على مثلث مايل على هبوط. بغض النظر عن الترند او الاتجاه العام للسوق، الاتجاه هو اتجاه عام صاعد، والاختراق او المتوقع السيناريو المفترض للعمله الرئيسيه اللي عم بتحللها من المتوقع انها تبتدي بالارتفاع. هل يا ترى في عندي نسب مئويه؟ طبعا. هل يا ترى ملزمه انه تبتدي بالاختراق من ميلة فوق؟ مش بالضروره. انتم عارفين انه سوق الفوركس يوجد فيه مخاطر، يوجد اذا بدكم ريسك او هاي ريسك، وانت حضرتك على حسابك التداول بتحدد الريسك، بتحدد المخاطر، واداره المخاطر هي اللي بتخليك تختار نقطه دخولك اللي هي الانتري بوينت، وقف الخساره، الستوب لوس تبعك، وايضا هدفك. وانا بشكل عام اذا في حال التاريخ بقول انه كل المثلثات الهابطه نتوقع منها الارتفاع، يعني طبعا نتوقع الارتفاع 80% اذا بدكم نحكي بعض النسب المئويه. اوكي، خلينا نتكلم شوي صغيره ولكن خلينا نشوف اذا عندكم بعض الاسئله والاستفسارات. اذا حدا حاسس انه الامور كانت شوي صعبه او عنده اي سؤال، ما تترددوا طبعا يعني، وتكتبوا بالشات او بالكويستشنز او بالاسئله، وانا موجود هون للخدمه لطبعا جاوب على اسئلتكم.
بالنسبة لهذا النمط اللي هو الفولينج ويدج أو المثلثات المائلة على هبوط، شو رأيكم فيها؟ خلينا ناخذ مثل يا جماعة على رسم بيانة الذهب الأربع ساعات أو اليومي. رسم بيانة اليومي لأسعار الذهب عم بيسجل لي مثلث ميل على هبوط، شو رأيكم؟ المثلث الميل على هبوط هو طبعاً إشارة إيجابية ونتوقع الصعود من وراها. يعني أسعار الذهب على المدى الوسط للطويل من المتوقع أنه تكمل الاتجاه العام الصاعد. ولكن السؤال الأهم، وين نقطة دخولي؟ هل يا ترى هي هون أو أب أو قبل، إذا بتكون أو بعد، يعني نتوقع بعد قاع جديد ما قبل الارتفاع. السؤال الأهم اللي هو نقطة الدخول. إذا أنت بتحب المخاطر، لازم تعد خمس موجات هبوط، يعني 1 2 3 4 ونتوقع انخفاض الموجة الخامسة، وبهذه الحالة بتكون انتهيت من انخفاض الخمس موجات داخل هذا المثلث الميل على هبوط، ومن ثم تدخل بفرص شراء وبصفقات شراء لا طبعا نرتفع بالسلعة المعينة أو العمل المعين. إذا في حال أنت ما بتحب المخاطر، أنت بتحب تقلص المخاطر، وأنت من الأشخاص اللي بينتظروا تأكيد، اللي بينتظروا confirmation، ملزم أنك تنتظر اختراق فوق خط المقاومة، ومن ثم تأخذ تأكيد على أن السوق بالفعل ابتدى يسيطر عليه فريق الثيران، ومن ثم بتدخل بفرص شراء لتعزيز طبعاً اللونج أنتريز تبعك. تمام، اتفقنا على هذا الموضوع. يعني عندنا نوعين من المستثمرين المضاربين او المستثمرين بشكل او اخر او السكالبرز، هن اللي بينتظروا خمس موجات هبوط للدخول بفرص شراء، واللي بينتظروا اختراق للدخول بفرص شراء. حدا عنده اي استفسار على هذا الموضوع؟ بتمنى يكون عندكم استفسارات، لانه الامور رح تتقدم شوي مع شوي وخلال هذه الجلسه. بتمنى منكم اذا في شيء هلا منه واضح طبعا اسالوني كرمال نقدر نكون اذا بدكم انا وياكم على نفس المستوى. اوكي، خلينا نرجع ندخل بموضوع اخر، او خلينا ناخذ مثل اخر على الفولينج ويدج يا جماعه. يورو دولار، يورو دولار فولينج ويدج. اوكي، ما بتكون تنسوا، عفوا، ما بتكون تنسوا نقطه مهمه. نفق ميل على هبوط هو ليس مثلث ميل على هبوط. يعني اذا في حال انت شفت اليورو دولار داخل بنفق، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن نحن عم نتكلم على المثلثات والاختراقات بهذا الويبينار، وأنا ما بدي يكون عندك معلومات على أنه النفق الميل على هبوط أو التشانل هو ليس بنفس الطريقة. يعني لا تتوقع الاختراق بالاتجاه الصاعد، نفق ميل على هبوط ممكن تكمل الاتجاه الهابط. فملزم أنك تحدد شكل المثلث، ملزم أنك تشوف كعان وكمم أوطن بعض البعض ليصير عنا شكل مثلث. وانا ما اذا السوق عم يعمل كمم اوطن بعض البعض وكعان اوطن بعض البعض، ولكن ليست بشكل اذا بدك يعني مثلث، ممكن تكون نفق او تشانل. فبهذا الشكل طبعا بتكون عم تنتبه، لازم تحدد هذه الفرص او هذه الانماط. بالنسبه للفولينج والرايزنج ويدج، هل يا ترى الفولينج والرايزنج ويدج بتصير بشكل اذا بدكم يعني على طول ممكن نشهدها؟ طبعا خلينا اعطيكم سبب. خلينا نشرح قبل الرايزنج ويدج، ومن ثم طبعا ندخل بتفاصيل اكثر. تمام، الرايزنج ويدج يعني عم نتكلم على مثلث ميل على صعود. كنا تكلمنا بالسابق على الفولينج ويدج او المثلث الميل على هبوط اللي نتوقع اختراق صاعد. العكس صحيح، المثلث الميل على صعود او الرايزنج ويدج تلقب رايزنج ويدج. تمام، الرايزنج ويدج او المثلث ميل على صعود بكل بساطه الاختراق نتوقع يكون الاتجاه العام الهابط، وبغض النظر عن الترند او الاتجاه السابق، هل يا ترى كان اتجاه عام هابط ودخلنا برايزنج ويدج او اتجاه عام صاعد ودخلنا برايزنج ويدج. بغض النظر، اذا في حال المثلث كان ميل على صعود نتوقع اتجاه عام هابط بالسيناريو المفترض او بالجلسات القادمه. هذا هو السيناريو اللي حابب اتكلم عنه. هلا خلينا ندخل على اليورو دولار. شوفوا اليورو دولار، طب كثير من الاشخاص اذا اعطيتهم الرسم البياني اليورو دولار وقلت لهم حددوا لي مثلثات، ممكن يرسموا مثلث هون، ممكن هيك بهذا الشكل، ممكن بهذا الشكل،
يعني ممكن نرسمه كثير من المثلثات، ولكن لازم يكون المثلث دقيق. شو يعني دقيق؟ يعني عم نرسمه بحذر. يعني القمم والقيعان لما يكون في مثلث بيحترم خط المقاومة 100%، ما بيعمل شيء يلقب بالفولس بريك اوت او بالاختراقات الخاطئة. ما بيكون عندي اختراقات خاطئة. على سبيل المثال شوفوا، عندي على اليورو دولار رايزنج ويدج اللي هو مثلث ميل على صعود، والرايزنج ويدج بكل بساطة هو بهذا الشكل، تمام؟ الرايزنج ويدج يدل على انه لازم يكون عندي خمس موجات داخل المثلث 1 2 3 و4 و5، خمس موجات داخل المثلث، مثلث ميل على صعود، نتوقع الاختراق يكون من ميل تحت. اذا انت بتحب المخاطر تنتظر خمس موجات داخل المثلث للدخول وتعزيز مراكز البيع، اذا انت ما بتحب المخاطر ننتظر اختراق هذا المثلث اغلاق تحت خط الدعم بشمعه يوميه او 4 ساعات، وطبعا بتعزز مراكز البيع ونتوقع الاختراق. هلا مش بالضروره انه اختراق المثلث يكون بهذه الضخامه، ولكن انا بهذا الويبينار طبعا عم بعطيكم مثل كرمال اوضح الامور، لانه اذا انت دخلت بمثلث على رسم بين الساعه او ال 30 دقيقه، طبعا الانخفاض راح يكون اذا بدكم بسيط او اذا بدكم اخف، مش من الضروره انه يكون انهيار، تمام؟ هلا على اليورو دولار وعلى هذا الزوج حصل انهيار. انا تكون عم بدخل بامان او عم باخذ هدف اذا بدكم صغير لإلي. قاع المثلث هو الهدف. التارجت او الهدف هو قاع المثلث. يعني اذا المثلث ابتدى بهذا القاع ارتفع الهبوط، نتوقع انه نرجع نخرج منه على هذه المنطقه ايضا. مش من الضروره انه انتظر انهيار ضخم. هلا في الها حسابات اخرى، في الها كالكوليشن اخرى، في الها استعمال في بوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت لتحديد مستوى ال 161%، مستوى ال 261%، او ممكن ايضا ناخذ مسافه المثلث من القاع للقمه وايضا نعمل له بروجكشن ونقيس المسافات. طبعا الها كالكوليشن كثير، ولكن انا شخصيا ومن وراء خبرتي باسواق المال بقول قاع المثلث هو على الاكيد ممكن انه السوق يعطيك هذا الهدف، قاع المثلث، تمام؟ هذا بالنسبه ل رايزنج ويدج. رايزنج ويدج يعني مثلث ميل على صعود، تمام؟ مثلث ميل على صعود يعني عم نتكلم تقريبا على اذا بدكم شيء يلقب بالرايزنج ويدج، بغض النظر عن القاب اذا بدكم هذا الرسم البياني. هلا على زوج اليورو دولار بتلاحظوا انه كنا حددنا على رسم بين الساعة او الاربع ساعات نفق ميل على هبوط، وهذا النفق الميل على هبوط اللي هو طبعا داونورد شانل بهذا الشكل، هذا النفق يدل انه ما عندي اشارة واضحة، ممكن السوق يكفي عم يعمل قاعان وقمم اوطى من بعض البعض، فبكل بساطة منا اشارة معينة. ولكن على رسم بين اليومي ممكن يكون عندي شيء يلقب بالفولينج ويدج او المثلث الميل على هبوط، وانما بعد عندي قاع مهم جدا. وهون بتجي اهميه التسميات اللي هي الارقام اللي تكلمت عليها 1 2 3 4 5، هون بتجي اهميتها. وين نقطه دخولك على صفقه شراء اليورو دولار اذا في حال هذا المثلث ميل على هبوط وتتوقع الاختراق بالاتجاه الصاعد؟ بتعد القاعان 1 2 3 4، وعندي بعد ملامسة من ميل تحت اللي هي بعد ناقصة. الملامسة من تحت اللي هي بعد ناقصة نتوقع هبوط اليورو دولار لزيارة مستوى ال 110 وال 109، ومن هناك راح تكون فرص مغرية جدا لتعزيز مراكز الشراء. فأنت كمضارب وكمحلل تقني بغض النظر عن معرفتك العامة عن المثلثات، بده يكون عندك شوية معرفة إذا بدكم أو معلومات عامة الموجات اللي هي تتضمن خمس موجات داخل المثلث، تمام؟ وهذه نقطة مهمة جدا 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 للمثلثات. اوكي، أنا كثير سعيد بهذه الجلسة، أهلا وسهلا فيكم، نورتوا. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا. بالفعل هذه الجلسة من الجلسات المهمة جدا للتحليل التقنية، وأستاذ مهدي أهلا وسهلا فيك، نورت الجلسة. بكل رح تكون إذا بدكم
طبعا موجوده على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك، وراح نعملها سيف وراح نعملها ابلود وشير على جميع السوشيال ميديا. فما تعطوا الاهم، اذا حابين ترجعوا تحضروها من البدايه موجوده اكيد. اوكي، خلينا نرجع شوي صغيره للاهداف. شوفوا شو عم بيقولوا لي. كنا تكلمنا شوي صغيره عن المثلثات المائله على صعود، المثلثات المائله على هبوط، سيمتريكال تراينجلز او المثلثات اللي هي طبعا افقيه. كنا تكلمنا عن الاختراقات، عن الاتجاهات العامه مما قبل الدخول بالمثلثات، عدد الموجات داخل المثلثات، انتظار اختراق للكونفرميشن او للتاكيد او بقطعه 5 موجات. هون حسب المخاطر. طيب، هل الريشيو او البرسنتج اللي هي طبعا بتقول انه السوق لازم يتبع انماط المثلثات ولازم الاختراق يكون من ميلة فوق، شو يعني كلمة لازم؟ كلمة لازم يعني عم بتقلي ممكن، ممكن الاختراق، يحبذ الاختراق من ميلة فوق او من ميلة تحت. فنحن بأسواق المال وبسوق الفوركس بسنة 2019 وبحكم التقلبات الضخمة جدا، للأسف نسب المئوية طبعا صارت إذا بدكم ضئيلة جدا وعم بتزول يوم بعد يوم. التحاليل التقنية ابتدت تتعدل، ابتدت تتغير، لازم نكون عم نعمل أبديت لجميع الأرقام والأنماط والمثلثات والباترنز وكل المؤشرات الموجودة عندنا على منصة التداول. لازم نعدلها. أصبحت الأرقام للأسف 68% إيجابية و 32% سلبية. في حال أنت توقعت أنه فولينج ويدج أو مثلث ميل على هبوط، من المتوقع أنه السوق يخترب الاتجاه العام الصاعد، أصبح عندك بالفعل، هذا طبعا نمط بالفعل هو إيجابي، عندك 68% اتجاه عام صاعد صحيح، يمشي بنفس التحاليل التقنية اللي أنت قمت فيها والسيناريو المفترض اللي أنت حللته، و 32% ممكن يكون عندك بعض المخاطر والريسك أنه طبعاً تتفاجأ باتجاه معاكس للاتجاه أو التحاليل اللي أنت قمت فيها. فبهذا الشكل لازم تعرف تعرض وقف خسارة. بدك تعرض وقف خسارة، بدك تحدد نقطة دخولك ونقطة خروجك، وبده يكون عندك اذا بدك خط فاصل بين السيناريو اللي انت عم تدخل فيه والسيناريو السلبي اللي لا سمح الله ممكن يحصل. فوقف الخساره على طول بده يكون تحت القيعان. اوكي، وهلا هون رح نتكلم على الستوب لوسز. الستوب لوسز بكل بساطه اذا بدنا ندخل شوي صغيره بتفاصيلها، عم نلاحظ بهذه اذا بدكم الباوربوينت او بهذه السلايد، عم نلاحظ انه الوقف الخساره اللي هو ستوب لوس عم بيكون على هذه النقطه اللي هي اخر قمه تم تسجيلها عندي، وعم بيقولوا لي نقطه دخولي اللي هي الشورت بوزيشن او مراكز البيع او صفقات البيع عم بتكون تقريبا على